كأس العالم ويوم وطني حدثان لم يجتمعا من قبل في وطن واحد، وقطر فعلت ذلك وجمعت الاثنين معا بنجاح رغم التحديات ورغم الصعوبات. وما ذلك ليكون إلا بسبب الإيمان بالشعار الذي أطلقناه، وحدتنا مصدر قوتنا. نعم، هذا الشعار أتى في وقت مهم لإنجاح هذا الحدث الذي يعد أكبر حدث عالميا. وما الشكر إلا لله، ثم لسمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وفريق العمل معه. كما ندعو الجميع لحضور كأس العالم في دوحة الجميع، ونقول ارحبوا، حضوركم يزيد هذا الحفل جمالا ويزيدنا فخرا بكم.